ديانات وأعمار ممثلين مسلسل باب الحارة، البعض منهم قد لا تعلم إنهم ليسوا مسلمين. مرحبا بكم، سوف نشاهد بهذا الفيديو سلسلة من أعمار وديانات ممثلين المسلسل الرمضاني الأشهر باب الحارة، ولأنه أصبح ركن لا يكتمل رمضان العربي إلا بإطلالته الرائعة شارك فيه الكثير من ممثلين الدراما السورية، ولأنهم كثر سوف نعرض الفيديو بجزئين، جزء للممثلين والآخر للممثلات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ولكن قبل أن نبدأ صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقم بالاستغفار 10 مرات. الفنان عباس النوري، والذي جسد شخصية الحكيم أبو عصام، وهو من مدينة دمشق السورية، ويبلغ من العمر 69 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان سامر المصري، والذي جسد شخصية العقيد أبو شهاب ببراعة، وهو من مدينة دمشق من حي الشاغور، ويبلغ من العمر 52 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان قصي خولي، والذي جسد شخصية الزبال أبو قعود، وهو من مدينة دمشق السورية، ويبلغ من العمر 46 عاما، وديانته هي المسيحية. الفنان وفيق الزعيم، والذي جسد شخصية أبو حاتم، وهو من مدينة حماه السورية، وتوفي في 14 من شهر مارس لعام 2014 عن عمر يناهز 53 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان الكبير زهير رمضان، والذي جسد شخصية أبو جودة، وهو من مدينة اللاذقية السورية، توفي عن عمر يناهز 60 عاما، وديانته هي الإسلام. الممثل معن عبد الحق، والذي جسد شخصية الجاسوس إسطيف ببراعة، وهو من مدينة دمشق السورية، ويبلغ من العمر 43 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان فادي الشامي، والذي جسد شخصية سمعو، وهو الحفيد الوحيد للممثلة العملاقة أنطونيت نجيب، وهو من مدينة دمشق السورية، ويبلغ من العمر 34 عاما، وديانته هي المسيحية. هل كنت تتوقع ذلك؟ الفنان علي كريم، والذي جسد شخصية العقيد أبو النار، وهو من مدينة دمشق من حي باب توما، ويبلغ من العمر 72 عاما، ويبلغ من العمر 72 عام، وديانته هي الإسلام. الفنان حسام الشاه، والذي جسد شخصية عبده، وهو من مدينة حمص السورية، ويبلغ من العمر 55 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان وائل شرف، والذي جسد شخصية العقيد معتز، وهو ابن الممثل صبح الرفاعي، وهو من مدينة حلب، ويبلغ من العمر 39 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان ميلاد يوسف، والذي جسد شخصية عصام، وهو من مدينة الحسكة السورية، ويبلغ من العمر 46 عاما، وديانته هي المسيحية. الفنان عبد الهادي صباغ،
والذي جسد شخصية أبو حزام وشخصية الشيخ فهمي، وهو من مدينة دمشق السورية، ويبلغ من العمر 72 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان مصطفى الخاني، والذي جسد شخصية النمس وشخصية الواوي ببراعة، وهو من مدينة حماه السورية، ويبلغ من العمر 43 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان بسام كوسا، والذي جسد شخصية الإدعشري، وهو من مدينة حلب السورية، ويبلغ من العمر 67 عاما، وديانته هي المسيحية. الفنان نزار أبو حجر، والذي جسد شخصية أبو غالب، وهو من أصول فلسطينية، ولد في مدينة دمشق، ويبلغ من العمر 70 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان أيمن بهنسي، المعروف بصاحب القرارات الخاطئة، والذي جسد شخصية أبو قاسم، ولد في مدينة القاهرة المصرية، ويبلغ من العمر 74 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان جرجس جبارة، والذي جسد شخصية حارس الحارة أبو فهرس، وهو من مدينة اللاذقية السورية، ويبلغ من العمر 77 عاما، وديانته هي المسيحية. الفنان مصطفى سعد الدين، والذي جسد شخصية العقيد معتز للجزء 8 و9، ويبلغ من العمر 32 عام، وديانته هي الإسلام. الفنان أسامة حلال، والذي جسد شخصية بشير الفران، ويبلغ من العمر 42 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان محمد خير الجراح، والذي جسد شخصية أبو بدر، وهو من مدينة حلب السورية، ويبلغ من العمر 57 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان محمد قنوع، والذي جسد شخصية سعيد أو أبو سليم، وهو من مدينة دمشق السورية، ويبلغ من العمر 48 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان رامز الأسود، والذي جسد شخصية أبو زراع، وهو من مدينة طرطوس السورية، ويبلغ من العمر 45 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان أندرياس كاف، والذي جسد شخصية الجاسوس حمدي، وهو من مدينة الزبدان السورية، ويبلغ من العمر 55 عاما، وديانته هي المسيحية. الفنان محمد الشماط، والذي جسد شخصية أبو مرزوق خضر الحارة، وهو من مدينة دمشق السورية، ويبلغ من العمر 86 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان جمال العلي، الذي جسد شخصية تنكة، وهو من مدينة القنيطرة السورية، ويبلغ من العمر 58 عاما، وديانته هي الإسلام. الممثل براء الزعيم، والذي جسد شخصية الحكيم حمزة، وهو نجل الممثل وفيق الزعيم، وهو من مدينة حماه السورية، ويبلغ من العمر 40 عاما، وديانته هي الإسلام. الفنان محمد خرماشو، والذي جسد شخصية أبو حسن زعيم الثوار بالغوطة، وهو من مدينة دمشق السورية، ويبلغ من العمر 55 عاما،
وديانته هي الإسلام. الفنان صالح الحايك والذي جسد شخصية المختار أبو صياح وهو من مدينة دمشق السورية ويبلغ من العمر 82 عام وديانته هي الإسلام. الفنان جمال قبش والذي جسد شخصية الكوماندان ببراعة وهو من مدينة دمشق السورية ويبلغ من العمر 65 عاما وديانته هي الإسلام. الممثل عادل علي والذي جسد شخصية الشيخ عبد العليم وهو من مدينة القامشلي ويبلغ من العمر 56 عاما وديانته هي الإسلام. الممثل جهاد سعد والذي جسد شخصية الحكيم موسى وهو من مدينة اللاذقية السورية ويبلغ من العمر 69 عاما وديانته هي الإسلام. هل كنت تتوقع ذلك؟ الممثل فايز قزق والذي جسد شخصية الجاسوس مأمون بك وهو من مدينة اللاذقية السورية ويبلغ من العمر 62 عام وديانته هي المسيحية. الممثل شادي زيدان والذي جسد شخصية الجاسوس هلال وهو من مدينة دمشق السورية ويبلغ من العمر 48 عاما وديانته هي الإسلام. الممثل أيمن رضا ذو الأصل العراقي والذي جسد شخصية العقيد أبو عرب وهو من مدينة دمشق السورية ويبلغ من العمر 60 عاما وديانته هي الإسلام. الفنان سلوم حداد وديانته هي المسيحية ويبلغ من العمر 69 عاما. الفنان باسم يخور والذي يبلغ من العمر 50 عاما وديانته هي المسيحية.